هذه قاعة كتسمى عند السلاويين كتسمى القاعة، وكانوا فيها الناس يبيعوا هادشي ديال العسل والسمان، وكان واحد السيد هنا عاوتاني انت تيقول له الحاج قرقوري كان كيبيع سميتو الدجاج بلدي والدجاج وبيبي البيض البلدي، كيجيو الناس في العواشر وفي الاعياد وفي هذا تيتسوقوا من هنا. ودابا باقي الان الناس كيجيو ملي كيقرب رمضان كيجيو كيتهافتوا على داك العسل ديال هاد الحاج حنيت ياخذوا من عنده، والناس اللي ماتوا ولادهم باقيين تيجيو لهنا تياخذوا العسل. كان ولات عاده في مدينه سالا بان تاخذ العسل من القاعه. كان با هنا ومني مشى با حتى هو تعامل مع السلاويين اللي ماتوا، وداك الشيء ابن عن جد جا الولد ديالو هو هذا، وباقي تيتعامل مع السلاويين، والسلاويين تيجيو عنده دابا تقريبا الناس ديال سلا ولادهم دابا باقيين تيجيو لهنا. زعما داك بحال التراث الناس لا كان فيها هادشي ديال هادشي ديال الاجداد وديال اسمو. هذيك بكري كانت تما كاينه هذيك خاصه العسل والسمن، المسائل اللي هي نفيسه كتباع تما كاينه، كانوا معروفين هذوك امناء، هذوك كانوا هما الامناء ديال البلاد زعما الثقه، وداك العائلات اللي كيشريو من تما كاينه، وداك العسل اللي كيتباع تما راه عسل ديال النحله ماشي عسل السكر بحال اللي كيقولوا الناس، ولا عسل واكله النحله وبلقى النحله ومزيان. غير هو مني كيكون مثلا ما كاينش المرعى ولا هادي كيحاولوا يعتقوه بشويه سنيده باش ما يموتش، وإني عسل صحي. حنا كاع السلاوين كنشريو من عنده، ولا فرحاتنا ولا عراساتنا ولا قنايز ديالنا من عنده كنشريو العسل، من عنده كناخذوا الزبده، من عنده كناخذوا زعما معروف في البلاد، ماشي غير في البلاد سلا، معروف في المنطقه ديال سلا، سلا زمور زعير حصين وهادي كلهم كيجيو كيشريو من عنده، ما كاين لا غش لا هادي لا هاديك. ومعروف في البلاد زعما هو اللي بغى العسل شي حاجه زوينه كيمشي لعنده. وباه كان كيبيع العسل تما كاينه، وعاد ولا هو كان هو واحد السيد بصير حداه حتى هما كيبيع العسل. وما هادشي اللي كانت في زعما معروف هذيك القاعه ديال العسل. انا كنقول لك في العمر ديالي 45 عام، انا زياده 72، ومن نهار حلينا هنا وحنا كنعرفوا هذا السيد هنايا، كان الوالد ديالي كان هنايا وكانت الام ديالي هنايا، ومشى مات الوالد ومات سميتو هذا السيد، انا كنعرفو كان باه الله يرحمه قبل ما يكون هوايا. السلعه ديالو نقيه وجودي والله يعمر ليه الدار. انا ساكنه معاكم هنا، انا ساكنه زياده وخلق، كنقول لك ساكنه هنايا وزياده وخلق هنايا، وكناكلو وكنشربو معاه الله يخلف عليه الله يقوي خيره. كانت مزيانه ومخيره والحمد لله، وباقا هي هي. كان السمن والعسل والزيت والبيض، كانوا بيع 10 ريال الناس يبيعوا كيجيبوا السلعه وكيبيعوا للحوانت على برا، وتبيعوا للناس الوكاله هنايا. هذا ما كان هذا الجيل اللي طلع، هذا الجيل اللي طلع بحال هادشي ديال الفن، الرواد الاغنيه المغربيه مشاو ياك، وهذا الشيء عاوتاني ديال الاكل وديال سميتو ديال السلال اللي كان موجود ما بقاش حتى نقارن مع الاجيال اللي ما جايه دابا. دابا هذيك البلاصه واقيلا بغاو يخرجوهم ولا شي حاجه داخل هذا الشيء ديال التجديد، ترميم وتجديد. هذوك كانوا فنادق بكري، كانوا فنادق بكري عندهم واحد الخصوصيه ديالهم، البلاد معروفه هذه قاعه السمن، هذه القيساريه، هذه المسائل كتكون كتكمل المدينه، ما الا حيدو فين غيصيفطوا اي سيرتو شي قريه ولا شي، انت غتولي ما معروفش. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.